أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الجديدة من برنامج بعد الطبع، والذي من خلاله نقرأ ونناقش ونحلل أبرز ما حوته صحافة الخرطوم الصادرة صباح اليوم. أسعد أن ينضم إلينا في هذه الفقرة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ طاهر المعتصم عبر الهاتف. نستهل هذه الجولة مشاهدينا من صحيفة السوداني، وجاء فيها عنوان: خالد عمر يقول التوقيع على الاتفاق النهائي في الأول من إبريل القادم والتوافق على تكوين الحكومة في 11 من إبريل، جاء في صدر الخبر. كشف الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف عن التوافق على توقيع الاتفاق السياسي النهائي في 1 إبريل، يعقبه التوقيع على الدستور الانتقالي في 6 إبريل، ثم التوافق في تكوين الحكومة الانتقالية في 11 من إبريل. وقال في اجتماع ضم قوى الإطار مع العسكريين: تمت إجازة لجنة صياغة الاتفاق النهائي التي تتكون من 11 عضوا وعضوة، تبدأ مهامها من الغد لمدة 7 أيام. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أستاذ طاهر معنا على الهاتف، هل تسمعنا؟ أستاذ طاهر المعتصم، يبدو أن هناك خلل في الاتصال، إلى أن يحاول الزملاء يحاولوا في إعادة الاتصال من جديد. إذن جاء في صحيفة السوداني: كشف الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف عن التوافق على توقيع الاتفاق السياسي النهائي في 1 إبريل، يعقبه التوقيع على الدستور الانتقالي في 6 إبريل، ثم التوافق على تكوين الحكومة الانتقالية في 11 من إبريل. وقال في اجتماع ضم قوى الإطاري مع العسكريين: تمت إجازة لجنة صياغة الاتفاق النهائي التي تتكون من 11 عضوا وعضوة، تبدأ مهامها من الغد لمدة 7 أيام. معنا على الهاتف الآن الأستاذ طاهر المعتصم، أهلا بك معنا أستاذ طاهر. تحياتي أستاذ عبد الله الإمام وتحياتي للأستاذ المشاهدين. أهلا بك أستاذ طاهر. بحسب الخبر، توقيع الاتفاق النهائي في 1 إبريل والتوافق على تكوين الحكومة في 11 من إبريل، تعليقك حول هذا الخبر؟ أعتقد أنه المواقيت التي أعلنت أمس بالاتفاق ما بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع والقوى المدنية الواقعة على الاتفاق الإطاري خطوة متقدمة. نعم. بعد جهد استمر منذ 5 ديسمبر الماضي للوصول لاتفاق نهائي. من المهم جدا أنه تتشكل حكومة مدنية بعد غياب ل 14 شهر ظل السودان فيها بدون حكومة، في ظل ظروف أمنية معلومة، في ظل ظروف اقتصادية غير مسبوقة. مؤكد أن هذه الخطوة تجد الترحيب من أغلب السودانيين. نعم. في صحف اليوم أيضا الكتلة الديمقراطية تتمسك بمشاركة الجميع في العملية السياسية، هل تكون أطراف العملية السياسية الحكومة الانتقالية وأجهزة الحكم المختلفة بما الحظر؟ أنا أعتقد أنه الكتلة الديمقراطية تعنت في المواقف من طرفها. نعم. ورفضها التنازل، حيث أن الاتفاق الإطاري منذ 5 ديسمبر بذل الموقعون عليه مجهودات كبيرة في ضم الأطراف الرئيسية مثل حركة العدل والمساواة، مثل جيش تحرير السودان بقيادة السيد مناوي، مثل الاتحاد الأصلي بقيادة جعفر المرغني. نعم. والسيد تيجاني السيسي. بذلت جهود كبيرة، ولكن تعنتهم ورفضهم لهذا الأمر وللوصول إلى اتفاق يخرج المؤسسة العسكرية من الحكم كما أعلن الفريق أول برهان، يحسب موقف في الجانب غير الصحيح، خصوصا أن الشعب السوداني يتحرك وينتظر أن تتكون حكومة تدير الأمور بشكل جيد تخرج السودان من عنق الزجاج. نعم. في صحف اليوم أيضا ضغوط دولية على الأطراف السودانية والتوقعات بوصول مسؤول أمريكي إلى الخرطوم، ما هو تعليقك على هذا الأمر؟
مؤكد أن المجتمع الدولي وأصدقاء السودان يبذلون جهود كبيرة، ليس من الخامس من ديسمبر وقت توقيع الاتفاق الإطاري، ولكن منذ يوليو الماضي من العام الماضي عندما حضرت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية السيدة مولي وجمعت لأول مرة ما بين المكون المدني وما بين المكون العسكري في اجتماع شهير. المجتمع الدولي لديه رغبة في أن يكون السودان مستقر، في أن يكون في حكومة مدنية يسهل التعاون معها. بالتالي هذه الضغوط تأتي في إطار أن يكون السودان ثابت ومستقر ويتمتع أهله بجزء من ترتيب الأمور. نعم أستاذ طاهر، دعني أنتقل معك إلى صحيفة الصيحة، وجاء فيها عنوان مقتلي وجرحي 13 شخصا في نزاع قبلي بشمال كردفان. جاء في صدر الخبر قتل شخصان وجرح 11 آخرون أمس الأول في نزاع قبلي على بلكية أرض في قرية جابر التابعة لمحلية بارا بولاية شمال كردفان، مما دعا قوات الشرطة للتدخل والفصل بين المتقاتلين من قبيلتي المجانين والحسانية. أستاذ طاهر، يعني كيف تفسر وتقرأ تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة في مناطق مختلفة من ولايات البلاد؟ ابتداء دعنا نعزي أهلنا في المنطقة في هذه الوفيات الكبيرة، لهم الرحمة والمغفرة ولذويهم الصبر والسلوان. تكرر هذه النزاعات يجعل بصورة واضحة غياب أجهزة الدولة عن التنبؤ بوقوع الأحداث، عن التحرك السريع لنزع فتيل الأزمات. مؤكد أن المنظومة الأمنية مسؤولة مسؤولية كاملة، والي الولاية والأجهزة المعنية كان عليها أن تتدخل مبكرا، لأنه المعلومات يا عبد الله بتتوفر، أجهزة المعلومات بتجمع المعلومات، لكن اتخاذ القرار هو الذي ينغص. نعم أستاذ طاهر، طيب ما هو دور الإدارة الأهلية في حلحلة مثل هذه الصراعات؟ يعني الإدارة الأهلية مطلوب منها الحكمة، مطلوب منها نزع فتيل الأزمة. نعم. لكن السلطة وأجهزة الدولة هي التي يجب أن تتدخل في مفهوم اسمه مفهوم الأمن الإيجابي، وهو منع وقوع المصائب، منع وقوع الأحداث قبل أن تقع. نعم. ده بيحتاج لمجهود، بيحتاج من أنه الولاية وليها يكون عندهم المقدرة على التحرك سريعا لوعد الأزمة في مهدها قبل أن تبغض الأرواح. نعم أستاذ طاهر، أرجو أن تبقى معي على الهاتف. عفوا، ننتقل إلى صحيفة الانتباه، وجاء فيها عنوان حرائق مجهولة تلتهم 56 منزلا بشمال دارفور. جاء في صدر الخبر تسببت حرائق مجهولة الأسباب في القضاء على 56 منزلا بقرية عيال أمين في محلية الطويلة بشمال دارفور. وقال عمدة المنطقة الربيع شرف الدين إن الحرائق المجهولة بدأت في الاشتعال عصر السبت في أنحاء متفرقة من الحي الشمالي الشرقي للقرية، وامتدت ألسنة النيران بسرعة لتقضي على 56 منزلا. أيضا أستاذ طاهر، شهدت الفترة الأخيرة حرائق في مناطق متفرقة دون الوصول إلى الأسباب الحقيقية، ما هو تفسيرك لهذا الأمر؟ أنا أتحفظ على أنه تكون مجهولة، ما في نيران بتكون مجهولة، ده بكون اشتعال لحريق في منطقة وتوسع، بيبقى أنه العديد من المناطق مثلا في شمال السودان بنشهد النخيل وحرقه، بتحصل له حرائق متعددة. التدخل السريع من قبل قوات الدفاع المدني هو المطلوب، وجود الإطفاء، أنه المنازل نفسها اللي اشتعلت فيها الحرائق دي ما كان في استعداد مسبق، ما كان في ادراك لانه خطوره انتقال النيران. انا بفتكر انه اجهزه الدفاع المدني مطلوب منها انه تتوفر لها الامكانيات والمعدات اللازمه لمحاصره اي حريق في بدايته. نعم، شملت ايضا مثل هذه الحرائق النخيل في مناطق مختلفه من الولايه الشماليه. دي مسألة بتتكرر بصورة دائمة ومسألة مؤسفة جدا جدا، وبتسبب خسائر كبيرة للأسر
لأنه واحدة من الإشكاليات اللي بتتكرر عدم توفر الثقافة والوعي الكافي بأن التحرك لمحاصرة الحرائق في بدايتها، عدم وجود عربيات إطفاء في بعض المناطق عشان تكون عاجلا موجودة في مكان الحريق لمحاصرته. نعم، دعنا ننتقل معك إلى صحيفة الجزيرة وجاء فيها عنوان: والي الجزيرة يقول الدولة ما عندها قروش. جاء في صدر الخبر: أقر والي الجزيرة المكلف إسماعيل عوض الله العاقب بعجز الدولة عن دفع مرتبات العاملين. وقال في مؤتمر صحفي يعنى ببرنامج ديوان الزكاة لشهر رمضان: رغم ما تعانيه الدولة من شح السيولة والمشاكل المترتبة عليها، إلا أن حكومة الولاية تحاول تخفيف المعاناة على المواطن. وكشف عن الاتفاق على سعر تركيزي مبدئي للقمح وأضاف: حتى الآن هناك مشكلة في المرتبات والحكومة ما عندها قروش. أستاذ طاهر، يعني الخبر يشير بوضوح إلى إقرار والي الجزيرة بعجز الدولة عن دفع مرتبات العاملين بالولاية. ده أمر مؤسف، وده نتاج للسياسات الاقتصادية المرتبكة، نتاج لأداء وزارة المالية في الفترة الماضية اللي كانت واضحة، وشهدنا مثلا حديث الآن عن سعر تركيزي للقمح الذي ورد في الخبر. العام الماضي عندما حدد سعر تركيزي بحوالي 43 ألف، لو تذكر يا أستاذ عبد الله، لم تستطيع الحكومة ووزارة المالية والبنك الزراعي أن يوفي بسداد هذا السعر، الأمر الذي جعل كثير من المزارعين يحجمون على زراعة الغم رغم الحوجة الماسة للسودان عشان ما يستورد القمح المحلي بيوفر على الدولة. بالتالي السياسات الخاطئة من قبل وزارة المالية، زيادة الرسوم، زيادة الضرائب، زيادة الجمارك، مدخلات الإنتاج الزراعي وغيرها، بتتسبب في خروج كثير من القطاعات الاقتصادية من دائرة الفعل الاقتصادي، مما يترتب عليه أنه الإيرادات بتاعت الدولة اللي هي بتجي من الضرائب والجمارك والرسوم حتقل. بالتالي لا، المفروض أنه تكون في وقفة في أمر الاقتصاد تحديدا وإدارته. نعم أستاذ طاهر، يعني حتى في الخرطوم هنالك بعض الجهات أيضا لم تصرف حتى الآن، كمثال المعلمين. نعم، والأمر ده بيتوسع بصورة كبيرة. ما أنت في عامل أو معلم أو شخص ملتزم معاك بعمل عنده شهر عشان يصرف مستحقاته، عندما يمر بدل 30 يوم 50 يوم أو أكثر وما يحصل على راتبه، هو عنده التزامات وعنده إيجار وعنده كثير من مصروفات تجاه أسرته، بتحدث له أزمة، بيضطروا للإضراب على العمل، بتتأثر المدارس، بتتأثر التقويم الدراسي، الأسر أولياء الأمور يتأثروا، دي دائرة كاملة. بالتالي لو ما في حل جذري لموضوع الاقتصاد وإدارته بهذه الطريقة وتغيير السياسات الاقتصادية، مؤكد أن هذا الأمر سيتسبب في أزمة كبيرة لكل المواطنين. نعم، في صياغة الخبر أستاذ طاهر، يعني كشف الوالي عن الاتفاق على سعر تركيزي مبدئي للقمح. لماذا لا تعمل الدولة على تشجيع المزارعين بوضع أسعار مجزية للمزارع؟ لأنه في تجربة سابقة تحدثت عنها قبل قليل، العام الماضي فشلت الدولة بأنه توفي بهذا السعر التركيزي. المشكلة الأخرى أنه مدخلات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور تكلفتها عالية، والنقل والترحيل. المزارع هنا ده بدل ما يلقى الدعم بيواجه بتعسف. بعض الولايات فيها البنك الزراعي قام بسجن المتعثرين من المزارعين، قريناه في الايام الماضيه. ما في خطه قوميه سودانيه لزياده الانتاج والانتاجيه لدعم المزارع، ودي مساله في غايه الخطوره طبعا. نعم استاذ طاهر، نختم بهذا الخبر ونكتفي بالعنوان. من صحيفة الحراك السياسي، المصفاة تقول: لا توجد أزمة في الغاز ونسلم الطاقة 100 طن يوميا. يعني تصريح واضح، ولكن على أرض الواقع هنالك ندرة في أحيان كثيرة في أنواع مختلفة من
الاسطوانات، ما هو تفسيرك لذلك؟ انا اعتقد انه الندره دي ما في وفره، هو لو في وفره ما حيكون في معاناه، ولا حتشوف الان العربات البكاسي فيها انابيب فاضيه عايمه بتفتش، ولا بنشوف الاسر بتعاني وهي على ابواب الشهر العظيم كل عام وانتم بخير. في 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 خلل في المنظومه ما بين المصفى وما بين وزاره الطاقه وصولا الى المواطن. ولايه الخرطوم عليها العبء الاكبر في تصحيح مسار هذه المنظومه وصولا الى المواطن. نعم نعم، نشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ طاهر المعتصم على هذا التحليل الكافي والوافي، شكرا لك. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا على كرمي وحسن المتابعة، تحياتي إليكم وفريق العمل، في أمان الله.